اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من المطبخ. حلقه النهارده ان شاء الله تكون حلوه وتعجبكم، وان شاء الله نعمل وصفات جديده تعجبكم كلكم وتقولوا لنا ان هي حلوه ونجحت معاكم. هنبتدي اول حاجه بنفش ريشو. ايه نفش ريشو؟ ده عباره عن رز مع شعريه مع خضار ولحمه، اكله حلوه قوي. هقول لكم واحنا بنشتغل ايه القصه بتاعتها وليه سموها نافش ريشو. المقادير بتاعتي كوبايه ونص رز بسمتي، بستعمل الذهبي. إيه لو ابيض مفيش مشكله، بس انا بستعمل الذهبي. في 3 كوبايات شوربه، معلقه كبيره جنزبيل اخضر مهروس، 3 فصوص ثوم، ونص معلقه صغيره حبهان، ومعلقه صغيره كركم. دي اللي انا هستعملها علشان الرز، يعني الثوم والجنزبيل الاخضر دول انا هشوحهم علشان الرز، وهحط معاهم بقى الحبهان والكركم. هستعمل كمان كوبايه ونص شعريه، بطبخ الشعريه لوحدها بحمرها، وكوبايه ونص شوربه للشعريه، لان دايما كوبايه الشعريه بتاخد كوبايه شوربه او كوبايه ميه زيها زي الرز. هستعمل كوبايه بسله وجزر مسلوقين، وبصل شرايح، بصلايه واحده كبيره، فصين ثوم، حبايه بطاطس مكعبات محمره، يعني حبايه بطاطس كبيره بقطعها مكعبات وبحمرها. وبستعمل كيلو لحمه مكعبات مسلوقه، لحمه ضاني او لحمه كندوز بس تبقى ملبسه بقى شويه لو هي كندوز، معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه قرفه، نص معلقه قرنفل، وشويه جوز الطيب. يبقى الرز هختار الرز البسمتي الذهبي، هاخد كوبايه ونص رز بسمتي، 3 كوبايات شوربه، معلقه كبيره جنزبيل اخضر مهروس، معلقه كبيره مليانه يعني خليكم كرمه، 3 فصوص ثوم، نص معلقه صغيره حبهان، ومعلقه صغيره كركم. دول علشان اعمل بيهم الرز. وهستعمل كوبايه ونص شعريه مع كوبايه ونص شوربه، وهستعمل كوبايه بسله وجزر مسلوقين، وبصله كبيره شرايح، فصين ثوم، حبايه بطاطس مكعبات محمره، كيلو لحمه مكعبات مسلوقه، وهستعمل معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه قرفه، نص معلقه قرنفل، وجوز الطيب. اول حاجه انا الشعريه بحمرها وبحط لها الشوربه عشان تبقى مفلفله كده اهو. طبعا بحط لها ملح وفلفل اسود. بصوا اهي الشعريه مفلفله، بحمرها عادي جدا، واروح حاطه لكل كوبايه شعريه بيتحط لها كوبايه شوربه خلاص، وايه بسويها زي الرز عادي. ادي الشعريه عندنا. هاجي اعمل الرز. اول حاجه هاخد شويه زيت وهشوح فيه الجنزبيل والثوم. مش عايزه اقول لكم الجنزبيل الاخضر مع الثوم بيدي طعم وريحه خرافيه لاي حاجه، سواء الرز او اي حاجه احنا بنعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الثوم. بشوحهم لغايه لما ريحه الثوم والجنزبيل تطلع كويس جدا، وبعدين هحط لهم الرز. الرز ببقى نقعاه ربع ساعه تلت ساعه كده مش اكتر. اديني بصفيه. ريحتهم بتبقى جباره. انا مش عايزه اقول لكم ان بيتعمل معجون، يعني بنعمل معجون من الجنزبيل الاخضر ده والثوم، بيتحط في برطمان في الثلاجه، بيتضاف منه لاكلات كتير جدا كده اهو. هحط الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط فيها بقى الكركم والحبهان وملح وفلفل طبعا، عشان انا عايزه الرز يكون اصفر. نافش ريشو دي اكله في العراق. كان زمان في تاجر كبير وغني قوي، كان بيربي طواويس عنده في الجنينه. انتوا عارفين طبعا الطاووس ريشه حلو قوي. الراجل ده كان مغرور جدا بنفسه، وكان دايما يقعد فاتح صدره كده، فبقوا يسموا التاجر تاجر نافش ريشه، زي الطواويس اللي حواليه بالظبط، ما هي نافشه ريشها. وبعدين التاجر ده في العزومات بتاعته كان يظهر بيعمل الاكله دي، فالاكله دي برده اطلق عليها نافش ريشه نسبه للتاجر، عشان كده هي نافش ريشه. وبعدين هي اصلا ملونه فيها الوان كتير زي الطاووس. ادي هحط الرز. وهسيبه بقى يستوي. هاجي بقى للحمه. هنحط شويه زيت او سمنه زي ما انتوا عايزين، بس هي اللحمه ملبسه ففيها دهن كتير، مفيش داعي لسمنه او زبده كتير، فممكن نخلط الاثنين مع بعض. يعني ممكن نحط شويه زبده
مع زيت، وبعدين بصي مش لازم استنى ان الزبده تسيح قوي عشان ما تتحرقش معايا. ادي البصل، شرايح البصل، وادي الثوم، والبهارات بقى انا عايزاها تتقلب الاول قبل ما احط اللحم، يعني سواء جوزة الطيب والبهارات كلها. ادي القرفه والقرنفل والفلفل، انا عايزاهم تقليبه، بص اغمقوا كده. وادي جوزة الطيب، جوزة الطيب بتدي طعم وريحه مش عايزه اقول لكم. حط شويه على اللحمه كمان اهو، وبعدين ريحه البهارات هي التوابل طلعت، هحط اللحمه عليها. ادي اللحمه، اللحمه دي مستويه تماما، مستويه تماما اوكي، مجرد تتقلب فيها تشرب من التوابل. وانتوا بتسلقوا اللحمه طبعا بتحطوا عليها ملح وفلفل، وممكن طبعا يتحط لها شويه بهارات صغيره. كده اهو هحط البطاطس، وهحط البشله والجزر اهو. هي مجرد تقليبه دقيقتين لان هما كلهم مستويين، يشربوا بس من البهارات. وابتدي اغرف الطبق. يا ام محمد. الو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي ممكن بعد اذن حضرتك قبل ما اقول السؤال، انا محتاجه رقم تليفون حضرتك، وبشكر حضرتك جدا على كل اللي بتقدمه. الله يخليك. الرقم التليفون الكنترول هيديهولك، عنايه ليك. اهو كده انا عامله طبعا رز، الرز ما لحقش يستوي، عملناه الصبحيه كده اهو. وابتدي بقى اغرف الاكله. هعمل ايه؟ هحط الرز الاول. ادي الرز اول حاجه، ريحته جباره. واحنا بنعمله الصبحيه احمد داقه، فبيقول لي انا ما بحبش الرز البسمتي، بس الجنزبيل والثوم مديه طعم فظيع. احنا بنستشهد بكلامه بقى اهو. ادي الرز بعد كده اهو، هنجيب الشعريه هفتفتها وبعدين احطها على الرز. طبعا تبقى اقل عشان الرز يبقى باين، يعني ما اجيبهاش للاخر كده. يبقى هو اول طبقه الرز اللي عملناه بالثوم والجنزبيل والحبهان والكركم. بعد كده هحط الشعريه اللي انا حمرتها وسويتها بالشوربه. بعد كده بقى ايه؟ هحط اللحمه والخضار اللي عملناها بالتوابل. الوانه كتير عشان كده قلنا هو نافش ريشه زي الطاووس بالظبط. اكله حلوه وبسيطه وشكلها حلو قوي، ان شاء الله هتعجبكم. بصوا اللحمه، بصوا اتحمرت وشربت من التوابل، فبقى طعمها وشكلها حلوين قوي. دي اول اكله احنا عملناها نافش ريشه، وقلنا لكم بتعمل ازاي واسمها نافش ريشه ليه. يا رب تعجبكم. هنروح دلوقتي لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل، استنونا. We'll be right back.
رجعنا لكم جديد. ده نافي الشيش واحنا خلصناه اهو، شكله حلو قوي ولو جربتوه هيعجبكم جدا ان شاء الله. هنعمل دلوقتي صنفين في غايه السهوله، صنف رز وطاجن رز ايطالي، وهنعمل صنف سلطه بالتونه. الاثنين حلوين احلى من بعض والاثنين سهلين جدا جدا جدا. نبتدي بالرز. الرز ده كمان لو انا عندي مثلا بواقي فراخ يا سلام هيسهل عليا كتير جدا. هنعمل طاجن رز ايطالي. اول حاجه هحتاج حوالي كوبايتين فراخ مسلوقه متقطعه صغير، يعني حوالي نص كيلو فراخ مسلوقه او اقل كمان، تلت كيلو صدور فراخ مسلوقه ومتقطعه او اي بواقي فراخ عندي. ممكن اعمله بلحمه باي لحوم عندي، ممكن اعمله بسوسيس، ممكن اعمله ببسطرمه زي ما عملنا امبارح المكرونه. هستعمل كوبايه رز مصري ني مش مطبوخ، وحبايه فلفل اخضر كبيره مكعبات، حبايه فلفل احمر مكعبات، بصلايه مكعبات، يبقى الرز والفراخ، وهستعمل معاهم فلفل احمر واخضر وبصل مكعبات. هستعمل كوبايه موتزاريلا او تشيدر او اي جبنه عندي بتسيح موجوده عندي في البيت هستعملها. هستعمل باكو شوربه كريمه، ما فيش شوربه كريمه مجففه، هعمل ايه؟ هستعيد عنها بكوبايه كريمه واحط معاها شويه بهارات عشان تديه طعم حلو. هستعمل كوبايتين شوربه، فصين توم، معلقه كبيره اوريجانو، معلقه صغيره بابريكا. هنقول تاني، كوبايتين فراخ مسلوقين متقطعين صغير، كوبايه رز مصري ني، حبايه فلفل اخضر كبيره مكعبات، حبايه فلفل احمر مكعبات، الاحمر دايما بيبقى كبير اصلا، بصلايه مكعبات، كوبايه موتزاريلا او اي جبنه تشيدر جود اي جبنه عندي، باكو شوربه كريمه اللي هي بتبقى مجففه، كوبايتين شوربه اللي هي مرقه يعني شوربه مرقه عاديه، فصين توم، معلقه كبيره اوريجانو، معلقه صغيره بابريكا. انا بعمل ايه؟ اول حاجه بدهن طاجن عندي بسمنه او زبده، ادهنه كويس عشان بس ايه الرز ما يلزقش فيه. واجي اول حاجه هروح حاطه بسم الله الرحمن الرحيم الفراخ في قعر الطاجن كده اهو، اهي غطينا بيها الطاجن خلاص. ولو انا بقول لكم عندكم فراخ من قبلها بيوم يا سلام هتسهل كتير. ادي الرز، رز مصري، بنقعه مثلا ربع ساعه 10 دقائق واروح رشاه كده فوق الفراخ. كوبايه رز مصري ني مش محتاجه انه يكون مستوي اهي. بعد كده اهو بحط الفلفل الملون. طبعا الخطوه دي انتوا برضو ليكوا الاختيار، يعني ممكن مثلا تحطوا بسله، تحطوا جزر، اللي انتوا عايزينه يعني، بس اي حاجه فيها الوان عشان بعد كده هيبان في الاخر الالوان دي كلها بتبان. وادي البصل خلاص، وادي الموتزاريلا. موتزاريلا زي ما قلنا تشيدر، اي جبنه موجوده عندكم بتستعملوها في الوصفه دي. بعد كده بقى باجي ايه عايزه اسقيه، هاجي اعمل ايه كوبايتين الشوربه. انا الاول عشان بس افضي ان انا احط عليهم، بسم الله الرحمن الرحيم، هحط شويه منهم، هفضي نصها مثلا علشان اعرف احط بقيه الحاجه. هحط عليها الاوريجانو المعلقه الكبيره على الشوربه، والثوم. لو انا هستعمل الشوربه المجففه ما بحطش ملح عشان ما يبقاش مالح ان هي فيها ملح، او احط بسيط. لو هستعمل كريمه، ادي الشوربه المجففه، باكل الشوربه المجففه بدوبه في المرقه زي ما قلت لكم. ما لقيتوش استعملوا كوبايه كريمه او كوبايه ساور كريم اللي هي القشطه الحميديه، بس بقى ايه تحطوا لها شويه توابل زياده كده اهو بدوبهم. ممكن احط شويه ملح صغننين اهو، بدوب بس عشان ما تعمليش كتل جوه الرز اهي اهو خلاص. وبعد كده ابتدي اسقي بيهم الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. يا احمد. الو. ايوه يا احمد. ايوه حبيبي. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا بابا. عايزه اعرف طريقه البيتزا. عيني يا حبيب قلبي. اجي. على فكره احنا هنعمل لكم حلقه كامله عن البيتزا ان شاء الله، احتمال بقى الاسبوع الجاي نعملها حلقه كامله عن البيتزا كده اهو. خلاص يبقى انا حطيت عليه الشوربه بعد ما دوبت فيها
الاوريجانو والبابريكا اي بهارات برضو انا بحبها ادوبها فيها في الشوربه، وباكل الشوربه المجففه. بدخله على الفرن، ما بغطيهوش، بدخله زي ما هو على 180، بسيبه ساعه وربع، بيطلع طاجن رز يجنن، طعمه حلو قوي وسهل جدا، ما خدش مننا اي حاجه. خلاص يبقى هندخله الفرن يا احمد. وهنيجي دلوقتي نعمل سلطه التونه، برضو ما فيهاش حاجه خالص. هنقول الاول المكونات بتاعتها، ننضف بس ايه هنا اهو. سلطه التونه، سلطه التونه دي انا هقدمها في كوبايات من الجلاج. بصوا انا عامله كوبايات من الجلاج، هوريكم نعملها ازاي. هقدمها فيها، هستعمل ورق جلاج طبعا علشان اعمل فيه الكوبايات دي. هستعمل علبه تونه متصفيه كويس، نص خصايه كابوتشا، بصلايه مفرومه، جزره مبشوره، نص علبه ذره، وقرن فلفل حراق. دي السلطه. ورق جلاش عشان الكوبايات، هستعمل علبه تونه متصفيه، نص خصايه كابوتشا، بصله مفرومه، جزره مبشوره، نص علبه ذره، وقرن فلفل حراق. الدريسنج بتاعها معلقتين مايونيز، معلقتين باربيكيو صوص، ومعلقه زيت زيتون. الدريسنج بتاعها تاني، معلقتين مايونيز، معلقتين باربيكيو صوص، ومعلقه زيت زيتون. مفيش فيها اي حاجه. هنخلط الخضار مع بعضها. التونه لو انتوا بتحبوها كتير ممكن تحطوا علبتين، بس هي علبه واحده كفايه عشان ما تبقاش كتير قوي التونه. وممكن نعملها بالفراخ، يعني ممكن فراخ مسلوقه بدل التونه، هتبقى بقى تشيكن باربيكيو ساعتها مش تونه باربيكيو. اهو وادي الخس، وادي الفلفل الحراق، هقلبهم. وعايزه اوريكم بس الاول قبل ما اعمل دريسنج احنا الكوبايات بنعملها ازاي. بجيب قالب مافن، مش كب كيك لان المافن اكبر شويه، الكب كيك هيبقى السلطه صغننه قوي. فقوالب مافن، وهجيب الجلاش. الجلاش طبعا يا بيتلف في فوطه يا بيتلف في كيس علشان ما ينشفش. وبعدين بعمل ايه بالمقص اهو، هفردها. بصوا كده، وهاخد ورقتين مع بعض، الورقتين دول اهو، هاجي اقصها النص بالطول، وبعدين هقصها تاني كده اهو، بحيث يبقوا اربع ورقات على بعض. هدهنهم بسمنه، بزبده، بزيت اللي موجود عندي اهي. اول ورقتين هدهنهم كده، وهحط عليهم الورقتين التانيين، وهاجي في القالب المدهون واروح حطاهم كده. وبعدين بالمقص البوزه اللي طالعه دي هسويها شويه، يعني تبقى مدوره شويه كده. مجرد الاطراف اللي طالعه بس هي اللي بشيلها. وبعدين بدهنها كويس قوي، واللي طالع ده ادهنه برده كويس جدا. بعدين هحطها في الفرن برضو على 180 فرن عادي خالص، لغاية لما تاخد لون ذهبي وتبقى بالشكل ده. خلاص يبقى احنا كده هنعمل الكوبايات، وبعدين لما نطلعها هتبقى الكوبايات بالشكل ده. ممكن بقى نشيل دول عشان نشتغل في الدريسنج. اخر حاجة بحطها التونة. بقى مصفية زيتها كويس، ما بحبش ان احنا ناكل الزيت اللي في علبه التونه حتى لو هي بزيت زيتون، لان بيبقى محفوظ فيها لفتره ملوش لازمه، يعني مش لازم حتى تغسليها، بس صفي الزيت كويس. ممكن تحطي انت بعد كده زيت تاني لو انت عايزه. هاجي بقى اعمل الدريسنج، هحط المايونيز، وبعد كده بقى ممكن بعد ما احطها في الكوبايات ازوقها بجزر، شيري توميتو اللي موجود عندي بزوقها فيه عشان يبقى شكل الكوباية حلو. وادي الزيت، حاجة بسيطة، ممكن احط برضو رشة ملح.
بسيطة كده اهو. اجي الدريسنج واروح حطاه على السلطة. طبعا التونة دي بتتحط في الكوبايات ساعة التقديم عشان ما تطراش بقى وتبوظ مني واجي اشيلها لقيت يتقطع مني. لو انا مش عايزة اعمل الكوبايات الجلاش دي انا ممكن اقدمها على عيش باجيت مثلا او عيش فينو اقطعه ترانشات واقدمها عادي. احنا هنعملها كده وكده النهاردة دلوقتي وهنوريها لكم. اوكي اهي شفتوا في قمة السهولة، مفيش اسهل من كده. ادي وابتدي بقى احط في الكوبايات دي اهي كده، ما اضغطش قوي بقى لان هي بتبقى هشه. واجي مثلا احط جزرايه مع توميتو كده، شيلي اهي تديني شكل حلو. واجي هنا الثانيه زي ما قلنا بالراحه علشان تفضل هشه وعلشان ما اكسرش الجلاش. لو انا مش عايزه اعمل الكوبايات دي هجيب عيش واحطها عليه وبتتقدم كده اهو. ممكن اقدمها عادي يعني لو لا عايزه عيش ولا جلاش ممكن احطها في طبق واقدمها عادي، بس دي اقتراحات للتقديم. وبعدين هي مع العيش طبعا هتشبع اكتر لو انا هقدمها عشاء مثلا او كابيتايزر في الاول كده اهو. إيه يبقى دي سلطة التونة بالباربيكيو. احنا كده ممكن نروح لفاصل واحنا بنشتغل فيها واحنا بنعبي التونة اهو. هنطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل، استنوني. رجعنا من جديد. ادي سلطة التونة في الكوبايات، شكل جديد للتقديم هيعجبكم ان شاء الله. وزي ما قلنا لو مش عايزين تعملوا كوبايات الجلاش دي انتوا ممكن تقدموها على توست عادي او ممكن تقدموها في طبق عادي، مفيش مشكله خالص لاي حاجه. احنا بس بنقترح عليكم طريقه جديده للتقديم بحيث تبقى حلوه وتعجب لو عندكم ضيوف او تعجب الولاد الصغيرين وتبقى سهله في تقديمها. هنعمل دلوقتي كيكه حلوه برضو شكلها جديد، اسمها بره ديرت كيك بس هم بيسموها هنا كيكه الزرع او الشوام بيسموها كيكه الزريعه. ديرت كيك برضو يعني التراب او الطين. هي كيكه على شكل زرع كان هي زراعيه. مش عايزه اقول لكم الكوبايه الواحده هنا بتتباع ب 35 جنيه. هنعملها هتلاقوها ما بتكلفش اي حاجه خالص، بسيطه جدا، بتتباع في محل هنا كبير قوي الواحده ب 35، اللي هي صغننه. ممكن نعملها كبير وممكن نعملها في قوالب صغيره. انا هستعمل النهارده قوالب صغيره وهستعمل كوبايه عشان اللي ما عندوش قوالب صغيره. خلاص شوف بس الشوكولاته وهنقول حالا المقادير بتاعتها. كيكه الزرع او الدورت كيك المقادير بتاعتي، اي كيكه شوكولاته عندي كيكه شوكولاته من الاول او سويس رول شوكولاته اللي موجود اي كيك شوكولاته. خلاص وهستعمل خمس حبات بسكوت اللي هو شوكولاته بالكريمه، بصوا اللي هو البسكوت ده مع انتوا احنا كلنا عارفينه. وهستعمل بس استعمل اللي هو الكيس الازرق بلاش الاحمر، الكيس الازرق عشان اغمى وعشان الكريمه بتتشال اسهل. 170 جرام علبه قشطه، مفيش علب قشطه، ممكن استعمل قشطه السايبه بتاعه اللبن مفيش برده مشكله. 250 جرام شوكولاته خام ببشرها وهسيحها، ومعلقتين كريم تشيز ده اختياري. وبستعمل بقى ورق نعناع اخضر او ريحان او ورد مجفف او ورد طبيعي، هنشوف كله هنعمله دلوقتي. اول حاجه هعملها انا هسيح الشوكولاته، هسيح الشوكولاته اهي اوكي. بعد ما بتسيح، على فكره انا عايزه اقول لكم حاجه، الصوص ده يرجع ليكم. يعني مثلا عايزه احط مهلبيه ماشي، اعمل مهلبيه وعليها شوكولاته احطها فوق الكيك مفيش مشكله، اعمل كاستر احط له بس شوكولاته، يعني لازم بس حاجه يكون فيها ايه شوكولاته علشان الشكل النهائي. الشوكولاته ساحت، انا بعمل ايه، بفك البسكوت ده بيتفك وبشيل الكريمه اللي فيه، الكريمه بشيلها بجمعها
اهو، وبطحن البسكوت ده بيبقى عامل زي الرمل، بطحنه ناعم بعد ما تتشال الكريمه. بصوا بيبقى شكله زي الرمل كده اهو، اهو كانها رمله. خلاص باجي اسايح شوكولاته، بصوا زي الرمل ازاي اهو، بسايح شوكولاته واخلطها بالقشطه، احط معاها القشطه وبحط معاها الكريمه اللي انا طلعتها من البسكوت، اللي هي الكريمه دي بصوا اللي انا طلعت من البسكوت عندي، بحطها معاها اهو وبقلب. وزي ما قلت لكم انتوا ممكن ما تعملوش شوكولاته وقشطه، انتوا ممكن تعملوا مهلبيه تحطوا معاها معلقه كاكاو، او تعملوا بودينج، او تعملوا كاستر، اي حاجه. المهم يديني في الاخر سايل لزج كده اهو، بودينج لزج اغطي بيه الكيك. خلاص يعني الموجود عندي او اللي انا بحب طعمه اكتر او الاولادي بيحبوه اكتر هو اللي استعمله. ممكن انا هنا بقى ازود الكريم تشيز لو عايزين، وممكن ما احطش كريم تشيز اهو، ادي كله ساح كده اهو. خلاص انا بقى هاجي هعمل ايه، الكوبايات بتاعتي هقطع الكيك او السويس رول اي حاجه هقطعه وهحطه املى بيه حوالي 3 ارباعها. خلاص اهو كده، لو ما عنديش انا مستعمله هنا كوبايات بني، يعني كانها قصريه زرع، تشبه قصريه الزرع شويه، ما عنديش هستعمل كوبايه عاديه. لو انا عندي حفله او عيد ميلاد وعايزه اعملها لاولاد الصغيرين، ممكن اجيب الكوبايات البلاستيك اللي هي شفافه كانها ازاز، في كوبايات بلاستيك شفافه اعملها فيها برده بتبقى حلوه قوي. يعني ما تقيديش نفسك بحاجه معينه. يا ام هيثم الو، ازي حضرتك؟ الله يخليك حضرتك كويسه الحمد لله يا حبيبتي. لو سمحت عايزه اعرف سلطه الطحين حضرتك عملتها ازاي؟ عينيا هقولها لك تاني من عينيا الاثنين. الله يخليك حبيبي. الله يخليك. اهو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلاص هاجي اعمل ايه بقى اللي انا عملتها الشوكولاته دي، هحطها عليها بس ما تكونش دي سخنه. لا مش سخنه اهو، بصوا بسم الله بغطي بيها الكيك. كده ايدي التانية نغطي الكيك بيها ودي علشان لو ما عنديش غير كوبايات عادية هوريكم انها هتنفع بيها وهتبقى حلوة برضو. وزي ما قلت لكم لو انتوا عندكم عيد ميلاد يستحسن الكوبايات البلاستيك الشفافة عشان ما تتكسرش، لان دي بتبقى حلوه قوي في اعياد الميلاد. اهو في تقريبا عندنا واحده هنا، ايوه لسه كنت هقولها اهي، دي نحط عليها اخر واحده. قبل ما ارش البسكوت لازم انضفها كويس، يعني كويس دي تتنضف و وبعدين احنا زي ما اتفقنا بعد ما شلنا الكريمه من البسكوت طحناه، هاجي ارش بقى البسكوت المطحون ده عليها كانها رمل. بصوا كانها طينه وزرعه عليها. اهو احنا ممكن نشيل دول عشان نشتغل كويس اهي. وبعدين بنيجي بقى نعمل ايه، عندي ورده اوكي، احنا هو جبنا شويه ورد من تحت، ممكن ريحان، نعناع اهو، هاجي اعمل كده اهو واخد دي، ممكن اعمل كده بصوا اهي، ممكن احطها كده، ممكن احط الورده دي كده، ممكن نحط ورده حمراء، اللي عندك يعني اللي عندك اشتغلي بيه، ما عندكيش هتحطي نعناع او ريحان.
وبعدين ممكن بقى كمان حاجه في الحلويات بتاعه الاطفال اللي عامله زي الدوده، في حلويات كده زي الجيلي بتبقى عامله زي الدوده، ممكن نحطها جنبها بحيث ايه تديني منظر اكثر واقعيه لو تحبوا يعني، بيبقى شكلها حلو. انا عايزه بس احط ورده ثانيه بينك اهي عشان اكمل اللي احنا عاملينهم دول اهو كده. وادي بصوا اللي هي الحلويات اللي زي الجيلي دي كده اهو، بنحط واحده مثلا هنا كانها دوديه مثلا، لان ممكن الولاد الصغيرين بيحبوا الحاجات دي قوي يعني بتفرق معاهم جدا كده اهو. دي بس عايزه حاجه اطول لان الطبق بصوا هي مفروشه فيه فمش حلوه، فاحنا نعمل ايه هنجيب حاجه اطول عشان تبقى حلوه. إيه ممكن لو انا عندي بقى لو انا عايزه اعمل عجينه فوندان بقى واعمل ورد يتاكل ماشي اوكي، بس احنا عايزين الحاجه السهله السريعه مش عايزين حاجه لسه نقعد نعمل ورد، ممكن اجيب ورد سكر واعمله مفيش اي مشكله، بس انا بعمل اقتراحات لحاجه سريعه علشان تبقى سهله. احنا كده اهو ممكن نروح لفاصل ونرجع بقى بعد الفاصل تاني نكون رصيناهم. هنروح لفاصل ونرجع تاني. رجعنا لكم من جديد. دي قوالب الديرت كيك او كيكه الزرع، شوفوا شكلها حلو ازاي وبتعجب الولاد. وزي ما قلنا لو عندنا حفله ممكن نعملها في قوالب ديسبوزبل او اي كوبايات ورق او اي كوبايات عندي. احنا عملناها اهو بصوا اول واحده كوبايه عاديه خالص عشان ايه ما تقولوش ان ما عندناش كوبايات شبه قصريه الزرع. خلاص ممكن احط بقى فيها ورد، انا مستعمله هنا اغلبه ورد طبيعي يعني قصقصته من تحت وحطيته، بس انتوا ممكن تحطوا هنا بصي دي ريحان اهي، ممكن احط نعناع، اي زرعه خضراء هتديني شكل حلو ان هي دي زرعه. ومحدش بيتخيل يعني احنا اول ما جينا الصبحيه والحاجات اللي احنا عاملينها كنا عاملين كام واحده محدش تخيل، الكل بيقول احنا هناكل دي، هي هتتاكل فعلا. هنحط عليها بقى ايه بصوا مدام أنديرة. مساء الخير مدام ايه. اهلا وسهلا ازيك. اهلا بيكي، عايزه اقول لك ميرسي على كل الروعه دي. الله يخليكي، ميرسي ليكي بجد، حاجه تحفه وحاجه غايه في الروعه. ميرسي يا حبيبتي من ذوقك. انا بتصل بس عشان اشكر حضرتك واقول لك تسلم ايديكي. ميرسي وايديكي، بصراحه اضافه جميله جدا. الله يخليكي، ميرسي ميرسي جدا. شخصك ولمساتك والمنظر الجميل اللي احنا شايفينه ده حاجه غايه في الروعه. الله يخليكي، متشكره جدا. ميرسي مره ثانيه. ميرسي يا حبيبتي قوي، ميرسي ليكي. مع السلامه. مع السلامه. بصوا هنحط الدودايه الصغننه اهي كده اهو، ميرسي كده كده اهو، نحطها بقى في كل واحده عباره عن دوديه صغننه. هي اسمها وحش يعني بس هي بتدي شكل حلو، والعيال الصغننين بيفرحوا بيها جدا والله، حتى الكبار بيفرحوا بيها كده اهو اهي. وعند هو اصلا دي بتتباع في السوبر ماركت يعني، في كل السوبر ماركت هتلاقوا الجيلي ده بتاع الاطفال اسمه ورم، عشان ورم يعني دوده. اوكي ادي واحده هنا اهو اهو كده اهو. احنا هنقول طبعا الحاجات اللي عملناها من تاني، تقريبا في واحده هنا ما اتحطش فيها اهو انا مش شايفه. انا عايزه اقول لكم كمان احنا نافش ريشو نافش ريشو هنلخبط مدام هيام. الو السلام عليكم حبيبه قلبي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا مدام هيام؟ ازيك يا مدام ايه؟ الله يخليك. الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي. دايما يا حبيبتي بخير يا حبيبتي. ميرسي يا قمر. الحمد لله، ربنا يخليك يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يكرمك. ايه الجمال، ورد بيرص ورد. الله يخليكي، ميرسي. انا بحب الورد جدا جدا جدا. طب يعني حاجه حلوه اهو، شفتي اختاري الورد اللي انت عايزاه. هختارك انت. الله يخليكي، اجمل ورده. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي. ربنا يخليكي يا حبيبتي ويديكي الصحه يا حبيبتي. الله يخليكي، تسلمي لي يا حبيبتي. دايما الصحه طيبه يا رب. ميرسي يا قمر، ميرسي. عينيا ليكي، في حاجه عايزاني اقولها لك؟ لا والله انا فرحانه بالوقت. الله يخليكي، وسلم ايدك على ذوقك ورقتك، وانت ست ممتازه ممتازه. الله يخليكي، ميرسي والله يا حبيبتي، منوره قناه الحياه يا حبيبتي. بنورك يا قمر، ميرسي يا حبيبتي. الله يخليك، ميرسي يا روحي، ميرسي. على فكره احنا ممكن نعمله كمان في طاجن كبير يعني طاجن الفخار الكبير اللي بنعمل برامي الفخار اللي بنعمل فيه الرز،
ممكن نعمل فيه الكيكه ونحط الصوص عليه ونحط ورده كبيره، يعني مش لازم صغننين لكل واحد، احنا ممكن نعمله اسهل لينا. وبيتباع برده بره في المحل، هو بيتباع. مثلا الطاجن ده انا ممكن املاه، بس هو لو فخار هيبقى شكله احلى، يعني قصريه زرع. طاجن الفخار هروح حاطه الكيكه فيه وهغطيه بالبودنج وبعد كده البسكوت عليه، وهحط ورد زي الورد، احنا عندنا ورد يا احمد الابيض كده وريه لنا، ونحط الورده في نصه. احنا على ما احمد يورينا الورد اللي هنقول لكم عليه، هقول لكم على الحاجات اللي عملناها النهارده. اول حاجه هنعيدها التونه السلطه عشان اتطلبت مننا. اول حاجه احنا عملنا الكوبايات دي من ورق جلاج، عباره عن جبنا فردنا ورقه الجلاج قطعناها اتنين، يعني خدنا ورقتين مع بعض وقصيناهم بالطول، وبعد كده اهو قصيناهم بالعرض تاني بحيث كانها مربعه تبقى عندي، والتربيعه دي تبقى اربع ورقات جوه بعض، كل اتنين بدهنهم بحطهم على بعض وبحطهم في القالب، وقوالب اللي هي المافن زي الكب كيك بس كبيره، وبعدين بحطهم في الفرن بعد ما ادهنهم بزيت او بسمنه لغايه لما يتحمروا يبقى لونهم ذهبي. ده الورد على فكره اهو اللي انا قصدي عليه، يعني انا ممكن اعملها في طاجن كبير فخار، بس هقص بقى دي شويه واروح حاطه الورد ده في نصها واحط كام ورقه جنبيه، وطبعا او ممكن انا اشيلهم واحده واحده واعملهم بحيث تبقى عندي قصريه زرع كامله. هتبقى برده حلوه جدا لو استعملت لها البرام الفخار العادي اللي احنا بنعمله في الاكل، هتبقى حلوه. وعايز اقول لكم مبلغ خرافي بتتباع بره. مدام حبيبه. ايوه مساء الخير، ازاي حضرتك عامله ايه؟ الو ايوه مساء الخير، ازيك يا مدام ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا بس انا مبهوره ان انا بكلم حضرتك، لان انا بكلم التملي على النت، واكيد انت دلوقتي افتكرتيني. ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله، انا بس بكلمك بقول لك انت زي القمر ما شاء الله عليكي. الله يخليكي، ميرسي، وحشاني جدا. وامبارح اتضايقت قوي ان انا ما شفتكيش، بس انت بقى قلتي لي ان هو على النت وشفتك، وانا بقى عايزه اقول لك ان انا فرحانه قوي ان كذا الحياه جابتك، يعني صراحه انت منوره. الله يخليكي بقولك والله، وانت عارفه طبعا انا بحبك قد ايه. ميرسي يا حبيبتي، تسلمي لي والله. بكل اكلاتك الجميله ومنوره، ومش عايزه ازعجك اكتر من كده، وربنا يوفقك يا رب. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي. وميرسي انت على فكره بتردي عليا، انا عايزه اقول للناس كلها ان مدام ايه بترد عليا على الفيس في اي حاجه انا عايزاها، وده شيء مش موجود في اي حد تاني. عينيا انا عايزه اشكرك جدا. ميرسي ليكي يا حبيبتي، انت انسانه ممتازه. ميرسي قوي قوي، واتمنى لك التوفيق يا رب دايما. ميرسي يا حبيبتي، مع السلامه. خلاص اللي احنا عملنا دلوقتي قلنا الجلاش، هنقول بقى مكونات السلطه نفسها. السلطه بسيطه جدا ومكوناتها سهله جدا وموجوده في كل بيت. علبه تونه بصفيها، بحب التونه كتير ممكن استعمل علبتين، بس انا بالنسبه لي شايف ان كفايه قوي علبه واحده. نص خصايه كابوتشا بفرمها ناعم، بصلايه مفرومه، جزرايه مبشوره، نص علبه ذره اللي هي سويت كورن، وقرن فلفل حراق للي بتحب الفلفل الحراق. ما بتحبيش الفلفل الحراق استعمليه فلفل رومي عادي، وقطعيه مكعبات. بقلبهم كلهم مع بعض واعمل لها دريسنج من معلقتين مايونيز، معلقتين باربيكيو صوص، ومعلقه زيت زيتون، بتقلبوا على بعض. وبعدين بعبي التونه دي السلطه بالدريسنج جوه الكوبايات الجلاج اللي عملناها. مش عايزه اعمل كوبايات جلاج، ممكن اعملها بالشرايح العيش زي ما احنا عاملينها هنا كده، برده بتتقدم عليها بتبقى حلوه، وهتبقى اسهل لي طبعا بدل ما اعمل الجلاج، بس انا بشوفها ان شكلها احلى. عملنا ايه تاني؟ الديرت كيك. حاجة زينب، حاجة زينب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ عاملة ايه؟ الحمد لله، ربنا يخليك يا رب. الله يخليك، منورة الشاشة والله. ميرسي والله، الله يخليك. لو سمحتي عايز اسألك، اسأل على سؤال كده. عينيا، يسلم عينك. انا مخزنة زبدة بلدي، ايوه، في الديب. فبطلعها سيحة بلاقيها مررة. اقول لك بقى. ماشي، انت مخزناها بقالك كتير؟ لا دي هي بتاعت السنه دي، يعني في شهر 2، شهر 2 جبتيها. طب بطلع يعني حاجه اسيحها. طب عندي سؤال ليك، السمنه مره، ليه ما بتسيحهاش؟ هل دقتيها اول ما جبتيها كانت مره معاكي؟ لا كانت حلوه، كانت حلوة. ليه ما سيحتيهاش بقى كلها وعملتيها سمنه من الاول؟ ليه حطيتيها في الفريزر؟ هو مكان على الفاضي؟ يعني الاسهل، انا واحده بجيب السمنه في يناير خلاص، بسيحها كلها وبحطها. طبعا يستحسن انها تتحط يا في ازاز يا في صاج برطمانات كبيره، وبتفضل عندك بره الثلاجه طول السنه ما يحصلهاش حاجه. ولو لاسوء الظروف جت المرارة التاني معاكي او حصل لها اي حاجه، بتسيحيها من اول وجديد، بس بتحطي معاها شويه زبادي، شويه زبادي، وهتعمل لك مرتبه من تاني وتبقى زي الفل. بالنسبه للزبده دي، انت
لازم تسيحيها، ولازم تتحط برضو معاها زبادي وتحط معاها شوية ملح. وانت بتسيحيها حاولي تحطي فيها نص رغيف، يعني لو هي كتيرة نص رغيف عيش بلدي، ساعات بيشيل المرارة منها، لان الزبدة لما بتقدم حتى لو هي في الفريزر بتمرر معايا. عشان كده انا دايما الزبدة بجيبها بسيحها على طول، يعني بتيجي تسيح في حلة كبيرة واسيحها واخليها برا التلاجة، لان الزبدة لازم فريزر، يعني عشان تقعد شهور لازم فريزر، ومش كلنا عندنا مكان في الفريزر يساع الزبدة بتاعت السنة كلها. انا دلوقتي بقولك حطي معاها، لو هي مثلا هنقول 5 كيلو، حطي معاها زبدية، حطي معاها معلقة كبيرة ملح، وحطي معاها بعد ما تسيح وتبتدي وهي بتغلي حطي معاها زي تلت رغيف عيش بلدي، ان شاء الله هيشيلك المرارة منها بإذن الله. وبعد ما تسيح خالص وتبقى سمنة، بصي هقولك على طريقة انا ما جربتهاش، بس كانت مامة صاحبتي دايما تقولها لنا، انا ما جربتهاش. وهي بتسيح السمنة لو مررت بتحط معاها معلقة كبيرة من السكر، معرفش يعني انت ممكن تجربيها في كيلو واحد وتقولي لي حصل معاكي ايه. انا كنت عايزه اقول بس القرايش بتاعت امبارح للمدام اللي طلبتها، هقول بس القرايش خلاص سريعا. كل كيلو دقيق بستعمل له ربع كوبايه زبده ونص كوبايه زيت ورشه ملح وحته خميره بيره في حجم عين الجمل او اكبر، يعني معلقه كبيره نقول خميره بيره، بدوبها في لبن دافي، عشان هي كانت سالتني اللبن احسن لو انا عجنت بيه، دوبي الخميره في لبن دافي وسيبيها لغايه لما تفور، وبعدين هتستعملي بقى ينسون، محلب، سمسم، اللي انت عايزاه اللي يديكي الطعم اللي انت بتحبيه. هنسخن السمنه، هتسخنها جامد قوي، ما تقدحيهاش بس سخنيها كويس، افركيها في الدقيق، وبعد كده حطي اللبن والخميره والزيت افركيهم كويس، وضيفي عليهم المحلب واليانسون والحاجات اللي انت عايزاها كلها دي المطيبات، وبعد كده قطعيهم واخبزيهم، وان شاء الله معاكي هتطلع احلى قرقيش. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم. انا معاكم على الفيسبوك ايحسني.com وايحسني.facebook. بعد الحلقه ان شاء الله على طول الحلقه بتاعتنا هتنزل على الفيسبوك، وان شاء الله اقابلكم الاسبوع الجاي على خير، اشوفكم على خير.